بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم. متابعي الكرام، أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد بلقائكم اليوم في هذا الموعد الجديد. نواصل مع دروس السنة الثانية من التعليم الثانوي والوحدة الرابعة من المحور الأول، التقليد والتجديد في النتاج الشعري، من المحور الأول العصر العباسي الأول. هذه الوحدة خاصة بتلاميذ الشعب العلمية المشتركة، أي علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي، وكذلك تسيير واقتصاد. إذا أخذنا في حصة سابقة النص الأدبي بركة المتوكل للبحتوري. في هذا الموعد سنتناول النص التواصلي من مظاهر التجديد والتقليد في الشعر العربي للدكتور شوقي ضيف. إذا من خلال قصيدة بركة المتوكل قد تعرفنا على بعض مظاهر التجديد والتقليد عند الشعراء في العصر العباسي، واليوم سنواصل مع هذا الموضوع ونتعرف أكثر على هذه المظاهر. أين جدد الشعراء في العصر العباسي وأين قلدوا؟ نبدأ أولا بالتقديم لهذا الموضوع. إذا رجعت إلى معظم دواوين الشعر في العصر العباسي ثم دققت في المقاييس الأدبية التي وضعها علماء البلاغة ونقدة الشعر أمثال قدامى والأصفهاني والآمدي والثعالبي وأضرابه، رأيت أن التجدد الشعري في العصر العباسي لم يتعد في أغلب صناعة الشعر وأنه منحصر في الوجدان منه. إذن من خلال هذه المقدمة نفهم أن كل علماء النقد وكذلك علماء البلاغة الذين درسوا دواوين الشعر في العصر العباسي لاحظوا أن التجديد الذي سار في هذا الشعر لم يتعدى صناعة الشعر، والمقصود بصناعة الشعر أي الألفاظ والمعاني، الخيال، اللغة وغيرها، ولكن المواضيع أو الأغراض الشعرية بقيت كما كانت منذ القديم منحصرة في الجانب الوجداني منها، مثل الفخر والهجاء والرثاء وغيرها. إذن وهذا ما سنتعرف عليه أكثر كما قلت من خلال النص التواصلي من مظاهر التجديد والتقليد في الشعر العربي للدكتور شوقي ضيف. إذن نبدأ أولا بالتعرف على مضمون النص. ما هو أثر الحياة الجديدة والعصر الجديد في أغراض الشعر؟ وفي جواب هذا السؤال نقول: لقد عرف الشعر العربي في عصوره الأولى أغراضا محدودة، هي الفخر والهجاء والمدح والرثاء والوصف والغزل ثم النقائض التي هي مزيج من الغرضين الأولين، وكان لهذه الأغراض طريقة تقليدية تؤدى بها. أقل ما يقال فيها إنها تعتمد على الصراحة الراحة والبساطة والجد، جد البادية الذي لا يعرف الهزل ولا يجيده إذا تورط فيه. لكن الظروف الجديدة قد غيرت من آفاق الشعراء وتفكيرهم وفتحت عيونهم على حياة جديدة كل الجدة، وفيها كل ما يمكن أن يتصوره المرء من مجتمع واسع الأرجاء متعدد الطبقات مختلف النزعات والأهواء، تلتقي فيه الفلسفة الإغريقية بحكمة الهنود وحضارة حضارة الفرس وزندقتهم بتقشف الإسلام وورعه. وقد أدى كل ذلك إلى تحول الأغراض القديمة عن طابعها الموروث تحولا يقوى حينا ويضعف حينا آخر، كما أدى إلى ظهور أغراض جديدة لم تكن تصلح لها ولا تعين عليها. ومن الفنون القديمة التي تطورت الوصف، فقد وجد هذا الغرض منذ العصر الجاهلي، وكان وصف مظاهر الطبيعة البدوية والحضرية في ثنايا القصائد، ولكنه تطور في العصر العباسي أصبح غرضا قائما بذاته، وافتتحت به القصائد واتسعت ليصور جوانب الحياة ومظاهر الحضارة الطبيعية والصناعية من القصور الجميلة والبساتين الخضراء والبرك الأنيقة والنافورات والآثار والسفن والمعارك. كذلك تطور غرض الفخر والحماسة في هذا العصر، ففيه افتخر الشعراء بالأمجاد العربية والانتصارات الرائعة والفتوحات الضخمة، كما افتخر بعض الشعراء من أبناء الأمم التي اندمجت في الإسلام في العصر العباسي بأمجاد أممهم. وكان للنهضة العلمية والترجمة في هذا العصر أثرها الواضح في اتجاهات معاني الشعراء وأفكارهم إلى العمق والتحليل والغزارة والاستقصاء، ثم الترتيب المنطقي
لأفكار القصيدة ومعانيها بطريقة لم تكن معروفة قبل ذلك، كما ابتكرت معان من وحي الحياة الحضرية التي عاشها الشعراء في العصر العباسي، وقد اتسم خيال الشعراء بالخصب والروعة وجمال التشبيهات والاستعارات، كما أخذ بعضهم عن الفرس مبالغتهم في الخيال وابتكار الصور المؤثرة في النفس. أما من حيث الألفاظ فقد هجر الشعراء الألفاظ الغريبة الصعبة، واستخدموا السهلة العذبة والتراكيب الأنيقة، وأدخلوا بعض الألفاظ الأعجمية، واهتموا بالصنعة والتأنق في المحسنات البديعية، وغالى بعضهم في ذلك كأبي تمام. وجدد بعض الشعراء في بناء القصيدة فلم يسر على النهج التقليدي، فهذا أبو نواس نادى بعدم افتتاح القصيدة بالغزل أو الوقوف على الأطلال، وإنما بوصف الخمر، وافتتح غيره قصائدهم بالحكمة أو بالوصف أو بالغرض الأساسي للقصيدة، مما حقق الوحدة العضوية. ومن حيث الوزن سار الشعراء على النظام القديم للقصيدة العربية من التزام الوزن الواحد والقافية الموحدة، لكن غلب عليهم استعمال البحور القصيرة الموسيقية الإيقاع التي تتناسب مع ما شاع في ذلك العصر من طرف ولهو وغناء، ولو أن بعضهم بدأ يعدل عن القافية الموحدة. ظل العباسيون ينظمون في الموضوعات القديمة من المديح وغيرها مما كان ينظم فيه الجاهليون والإسلاميون، وبذلك أبقوا للشعر العربي على شخصيته الموروثة، وقد مضوا يدعمونها دعما بما لاءم بينها وبين حياتهم العقلية الخصبة وأذواقهم المتحضرة المرهفة، فإذا هي تتجدد من جميع أطرافها تجددا يقوم على التواصل الوثيق. النص من كتاب العصر العباسي الأول بتصرف. إذن هذا بالنسبة للنص. نأتي الآن إلى التعرف على أهم الأفكار الواردة في هذا النص من خلال الاكتشاف. إذن أكتشف معطيات النص. السؤال الأول: ما هي القضية التي عالجها الكاتب في نصه؟ إذن الكاتب في هذا النص عالج قضية نقدية، ونقصد بقضية نقدية قضية متعلقة بالأدب، فهو يتحدث هنا عن قضية أدبية متعلقة بمظاهر التجديد والتقليد في الشعر العباسي، وقد بين أسباب ونتائج هذه الحركة، حركة التجديد التي ظهرت وبرزت في العصر العباسي. السؤال الموالي: ما هي الأغراض التي عرفها الشعر العربي في عصوره الأولى؟ إذن بدأ الكاتب في الفقرة الأولى ببيان أهم الأغراض الشعرية التي عرفها الشعر العربي في عصوره الأولى، وهي الفخر، الهجاء، المدح والرثاء والوصف والغزل، ثم النقائض التي هي مزيج من الغرضين الأولين. إذن النقائض هي مزيج بين الفخر والهجاء، والذي شاع في العصر الأموي وما يعرف بشعر النقائض. وقد بين الكاتب أن هذه الأغراض الشعرية القديمة كانت تؤدى بطريقة تقليدية، خاصة فيما يتعلق بالبساطة والصراحة والجد، خاصة أنها نشأت في البادية العربية، وأهل البادية لا يعرفون الهزل، حياتهم تتميز بالجد والصراحة والبساطة، ولذلك شاعت هذه الأمور في أغراضهم الشعرية التي عرفوا بها. ننتقل إلى السؤال الموالي: ما هو شعر النقائض؟ إذن كما قلنا، شعر النقائض هو مزيج بين الفخر والهجاء، وقد شاع في العصر الأموي بين شعرائه الثلاث، وهم جرير، الفرزدق، والأخطل. هؤلاء أكثر الشعراء الذين عرفوا بشعر النقائض، فالشعراء أنذاك كانوا يجمعون بين الغرضين في القصيدة، فسمي بشعر النقائض. السؤال الموالي: ما أثر الظروف الجديدة على الشعراء؟
وتظهر إجابة هذا السؤال في الفقرة الثانية من النص في قول الكاتب: لكن الظروف الجديدة قد غيرت من آفاق الشعراء وتفكيرهم وفتحت عيونهم على حياة جديدة كل الجدة. إذن ما معنى الظروف الجديدة؟ هي الحياة الجديدة التي عاشها المجتمع العباسي. فهنا مجتمع واسع، مجتمع مختلط، متعدد الطبقات، النزعات، الأهواء، يوجد فيه مزيج من الثقافات، الثقافة الهندية، الثقافة الفارسية، والثقافة اليونانية، إذن الفلسفة والحكمة، وكذلك ثقافة الفرس، وأيضا الثقافة الإسلامية. إذن هذا المزيج الثقافي هو الذي أنتج أفكارا جديدة عند الشعراء في العصر العباسي. فمثلا ظهرت الحكمة وظهرت الفلسفة في الشعر وغيرها من الأمور الأخرى التي ظهرت في الشعر نتيجة هذا الامتزاج. ننتقل إلى السؤال الموالي: كيف تطور الوصف في العصر العباسي؟ إذن بعد ذلك انتقل الكاتب إلى الحديث عن أهم الأغراض الشعرية التي تطورت وتغيرت نتيجة تغير هذه الظروف التي عاشها الشعراء في العصر العباسي. فالوصف أصبح غرضا قائما بذاته، وافتتحت به القصائد، واتسع ليصور جوانب الحياة ومظاهر الحضارة الطبيعية والصناعية. إذن أولا أنه أصبح غرض مستقل وليس ممزوجا بالأغراض الشعرية الأخرى، بمعنى أن القصيدة من بدايتها إلى نهايتها كلها في غرض الوصف. أيضا افتتحت به القصائد، وأيضا اتسع ليصور جوانب الحياة ومظاهر الحياة الطبيعية والصناعية، بمعنى أن الموضوعات، موضوعات الوصف تعددت وتنوعت، منها وصف مظاهر الحياة الطبيعية بمعنى الطبيعة العباسية، كذلك الطبيعة الصناعية أي التي أنتجها الإنسان وصنعها الإنسان، مثل القصور الجميلة، البساتين الخضراء، البرك الأنيقة، النافورات، كذلك الآثار والسفن والمعارك. ننتقل إلى السؤال الموالي: ماذا تناول الوصف قبل العصر العباسي؟ إذا تناول الوصف قبل العصر العباسي وصف مظاهر الطبيعة البدوية والحضرية. مثلا في العصر الجاهلي وصف الشعراء حياتهم البدوية، مثل وصف الصحراء وكذلك العيش في الخيام، وأيضا وصف الناقة ووصف الفرس، كذلك وصف الأطلال وغيرها من الأمور التي شاعت عند العرب في حياة البادية. ننتقل إلى السؤال الموالي: ما هي الموضوعات التي تناولها الوصف في العصر العباسي؟ إذن الموضوعات التي تناولها الوصف في العصر العباسي هي المتعلقة بالحياة الجديدة، حياة التمدن، حياة الحضارة التي عاشها المجتمع العباسي، مثل وصف القصور الجميلة والبساتين الخضراء والبرك الأنيقة، النافورات، كذلك الآثار والسفن والمعارك. السؤال الموالي: ما الجديد في فخر هذا العصر؟ إذن انتقل الكاتب بعد ذلك إلى الحديث عن غرض آخر من الأغراض التي عرفت تطورا في العصر العباسي في قوله: كذلك تطور غرض الفخر والحماسة في هذا العصر، ففيه افتخر الشعراء بالأمجاد العربية والانتصارات الرائعة، إلى آخر الفقرة. إذن جديد فخر هذا العصر تمثل في افتخار الشعراء العرب بالأمجاد العربية والانتصارات الرائعة، مثل قصيدة فتح عمورية للشاعر أبي تمام، الفتوحات الضخمة كذلك، كما افتخر بعض الشعراء من أبناء الأمم التي اندمجت في الإسلام بأمجاد أممهم. مثلا الفرس افتخروا بأمجاد الحضارة الفارسية، الحضارة الساسانية وغيرها. ننتقل إلى السؤال الموالي: ما أثر النهضة العلمية والترجمة في هذا العصر على اتجاهات الشعراء وأفكارهم؟ إذن انتقل الكاتب بعد ذلك إلى الحديث عن تأثير النهضة العلمية والترجمة في العصر العباسي على الشعر والشعراء. إذن أثرت النهضة العلمية والترجمة في هذا العصر تأثيرا واضحا في اتجاهات معاني الشعراء وأفكارهم إلى العمق والتحليل والغزارة والاستقصاء، باختصار ظهور النزعة العقلية عند الشعراء في العصر العباسي، ثم الترتيب المنطقي لأفكار القصيدة ومعانيها، كما ابتكرت معاني من وحي الحياة الحضارية. إذن ابتكروا معاني جديدة مرتبطة بالحياة الجديدة، حياة التمدن، حياة التحضر، كذلك ظهرت أفكار علمية وفلسفية استمدها الشعراء من العلوم التي شاعت نتيجة الترجمة في هذه الفترة.
فقد شاعت النزعة العقلية عند الشعراء في هذه الفترة، وكذلك ابتكار المعاني أيضا، توليد المعاني أو ابتكار المعاني، أيضا الترتيب المنطقي لأفكار القصيدة ومعانيها. إذن هذه بعض الأمور التي سادت في الشعر العباسي نتيجة تأثير النهضة العلمية والترجمة. ننتقل إلى السؤال الموالي: بما اتسم خيال الشعراء في هذه الفترة وما أثر الفرس في ذلك؟ تحدث الكاتب كذلك عن خيال الشعراء في العصر العباسي، فقد اتسم بالخصب والروعة وجمال التشبيهات والاستعارات، إذا ابتكروا تشبيهات واستعارات جديدة. هذه التشبيهات هي والاستعارات هي من الحياة الجديدة، مستمدة من الحياة الحضارية الجديدة. وأيضا أخذ بعضهم عن الفرس مبالغتهم في الخيال وابتكار الصور المؤثرة في النفس. إذا هذا بالنسبة لخيال الشعراء، أصبح أكثر اتساعا مما كان عليه عند الشعراء في العصر الجاهلي أو في عصر صدر الإسلام. هذا بطبيعة الحال راجع إلى الظروف الجديدة التي عاشها الشعراء في العصر العباسي. ننتقل إلى السؤال الموالي: هل أثرت الحضارات الأعجمية على اللغة العربية وكيف؟ إذا نعم، أثرت الحضارات الأعجمية على اللغة العربية، وذلك بدخول بعض الألفاظ الأعجمية إليها. إذا نتيجة امتزاج العرب بالفرس، فقد دخلت الكثير من الألفاظ خاصة منها الفارسية إلى اللغة العربية، خاصة ما تعلق منها بمظاهر المدنية التحضر. إلى السؤال الموالي: كيف جدد الشعراء في بناء القصيدة وما نتيجته؟ إذا جدد الشعراء في بناء القصيدة، فلم يسيروا على النهج التقليدي مثلما وجد عند الشاعر أبو نواس الذي نادى بعدم افتتاح القصيدة بالغزل أو الوقوف على الأطلال، إنما بوصف الخمر. كذلك افتتح غيره قصائدهم بالحكمة كما هو موجود عند الشاعر أبو تمام، وكذلك عند أبي العتاهية، أو بالوصف أو بالغرض الأساس، مما حقق الوحدة الموضوعية. أيضا غلب استعمال البحور القصيرة الموسيقية الإيقاع، لأنها تتناسب مع ما شاع في ذلك العصر من طرف ولهو وغناء. ويظهر ذلك في قول الكاتب: وجدد بعض الشعراء في بناء القصيدة فلم يسر على النهج التقليدي. كذلك في قوله: وافتتح غيره قصائدهم بالحكمة. وأيضا من حيث الوزن، سار الشعراء على النظام القديم للقصيدة، وأيضا مالوا إلى البحور القصيرة الموسيقية. إذا هذه بعض الأمور التي جدد فيها الشعراء في العصر العباسي. ولكن وصل الكاتب في نهاية النص إلى استنتاج، هو أن التجديد لم يتجاوز صناعة الشعر، أي الألفاظ وكذلك بناء القصيدة وأيضا الوحدة الموضوعية وكذلك الأوزان والقوافي. أما فيما يتعلق بالأساسيات الموجودة في الشعر العربي وهو الأغراض الشعرية، فبقيت ذاتها من مديح وكذلك فخر وهجاء وغيرها، وبذلك حافظ الشعر العربي على خصوص شخصيته وشخصيته الموروثة. فيما يتعلق بالاكتشاف، ننتقل إلى المناقشة، أناقش معطيات النص. السؤال الأول: بما تفسر الارتباط المتين بين تطور المجتمع العباسي والتجديد في القصيدة العربية؟ إذا هناك علاقة متينة بينهما، لأن الأدب مرآة عاكسة للمجتمع يصور ما فيه، فالأديب والشاعر ابن بيئته وابن مجتمعه، يصور ما يعيشه في هذا المجتمع، لذلك هناك ارتباط وثيق بين تطور المجتمع العباسي. إذا تطور المجتمع العباسي، انتقل إلى التحضر والتمدن، فعبر الشعر عن هذا التمدن والتحضر. كذلك تطور العقل وتطور العلوم في العصر العباسي، تماشى معه كذلك تطور القصيدة العربية. السؤال الموالي: هل الشاعر بدوره يؤثر في تطور المجتمع؟ علل. نعم، بإمكان الشاعر أن يؤثر في تطور المجتمع حينما يدعو إلى نبذ الخلافات، مساعدة الفقراء، الوقوف بجانب المظلومين، فأدبه رسالة موجهة إلى الإنسانية جمعاء. إذن هذا فيما يتعلق المناقشة. ننتقل الآن إلى آخر عنصر أستخلص وأسجل: ما هي الأسباب التي أدت إلى تطور القصيدة في العصر العباسي؟ إذا الظروف الجديدة التي ميزت المجتمع العباسي فرضت التجديد على مستوى الشعر العربي، مثل الامتزاج بين العرب
غيرهم من الثقافات والحضارات الأخرى مثل الفرس واليونان وكذلك الهنود، كذلك ارتقاء الحياة العقلية، تشجيع العلماء والخلفاء للحركة العلمية وغيرها من الظروف الأخرى. السؤال الموالي: أذكر الجوانب التي مسها التجديد في القصيدة العربية. إذا مس التجديد في القصيدة العربية جانبي البناء أو الشكل وجانب المضمون. أما من ناحية الشكل فيظهر في الاستغناء عن المقدمة الطللية الغزلية، استبدالها بمقدمة خمرية أو وصفية أو بالغرض العام للقصيدة كما رأينا، كذلك هجرة الألفاظ الغريبة الصعبة. ترك الشعراء الكثير من الألفاظ الغريبة الصعبة خاصة منها القديمة البدوية، ومالوا إلى الألفاظ السهلة المستوحاة من الحضارة الجديدة العذبة كذلك. أيضا إدخال بعض الألفاظ الأعجمية نتيجة الامتزاج والاختلاط بين الشعوب والثقافات، كذلك الاهتمام بالصنعة اللفظية وذلك بوفرة البيان والبديع في القصيدة. هذا من جانب الشكل. أما من ناحية المضمون فتميزت القصيدة بالنزعة العقلية وذلك في العمق والتحليل والغزارة والاستقصاء في المعاني والأفكار، أيضا الترتيب المنطقي لأفكار القصيدة، ابتكار معاني جديدة مستمدة من الحياة الحضارية التي عاشها الشعراء العباسيون. إذا هنا جاءوا بمعاني جديدة وبأفكار جديدة خاصة بالحياة الحضارية التي يعيشونها، أيضا توفر الوحدة الموضوعية. إذا هذا بالنسبة لمظاهر التجديد من ناحية الشكل وكذلك من ناحية المضمون. السؤال الموالي: ما هو الموضوع الذي عالجه الكاتب؟ حدد أفكاره. القضية التي عالجها الكاتب كما رأينا هي قضية نقدية متعلقة بمظاهر التقليد والتجديد في الشعر العباسي، حيث بين أسباب ونتائج حركة التجديد على الشعر في هذه الفترة. أما الأفكار التي تناولها الكاتب بالنسبة للفكرة الأولى فهي في الفقرة الأولى، حيث تحدث عن أهم الأغراض الشعرية التي عرفها الشعر العربي منذ عصوره الأولى. الفقرة الثانية تحدث الكاتب عن الظروف الجديدة التي ساعدت على التجديد. الفكرة الثالثة من قوله: وقد أدى كل ذلك إلى تحول الأغراض القديمة إلى غاية قول الكاتب، اندمجت في الإسلام في العصر العباسي بأمجاد أممهم. فهنا يتحدث عن تطور الأغراض الشعرية القديمة وظهور أخرى جديدة. أما الفكرة الموالية فهي من قوله: وكانت للنهضة العلمية، إلى غاية قوله: المؤثرة في النفس. فهنا يتحدث عن أثر الحركة العلمية والترجمة على أفكار الشعراء وألفاظهم. الفكرة الخامسة تناول فيها الكاتب مظاهر التقليد والتجديد في القصيدة العربية، وذلك من قوله: فأما من حيث الألفاظ، إلى غاية قوله: بدأ يعدل عن القافية الموحدة. أما الفقرة الأخيرة فيتحدث فيها عن الحفاظ على خصوصية الشعر العربي. إذن هذا بالنسبة للأفكار التي تناولها الكاتب. ننتقل الآن إلى تلخيص مضمون النص. إذا عرف الشعر منذ القديم الكثير من الأغراض الشعرية كالوصف والفخر وغيرها تؤدى بطريقة تقليدية، ونتيجة لتغير الحياة في العصر العباسي فقد تطورت هذه الأغراض وتحولت لتتماشى مع المدنية الجديدة. كما أثرت النهضة العلمية والترجمة في معاني الشعراء والأفكار، وتعددت مظاهر التجديد في الشعر العباسي لتمس الألفاظ والمعاني، نهج القصيدة، الوزن و الموسيقى. ولكن هذه المظاهر مست صناعة الشعر فقط، وبذلك حافظ الشعر العربي على خصوصيته من حيث الأغراض الموروثة. إذن هذا بالنسبة للملخص وهو شامل لأفكار النص. ننتقل الآن إلى السؤال الموالي وهو متعلق بنوع النص. إلى أي نوع من أنواع النصوص النثرية تصنف النص؟ بين خصائصه. إذن نوع النص هو مقال، ولكن هذا المقال هو مقال نقدي. المقال هو بحث قصير في جانب من جوانب موضوع ما، إذا هنا تناول موضوعا نقديا. ولماذا هو نقدي؟ لأنه تناول موضوعا مرتبطا بالنتاج الأدبي محللا ومستنبطا. فالكاتب يحلل مظاهر التجديد والتقليد في الشعر العربي في العصر العباسي.
خصائصه الدقة في اختيار المصطلح والأمانة العلمية، فالكاتب كان أمينا في نقله للأمور المتعلقة بهذا الموضوع. أيضا المصطلحات العلمية الخاصة بالنتاج الأدبي مثل التجديد، التقليد، كذلك الألفاظ، الشعر، القصيدة وغيرها، التزام الموضوعية في النقد والبعد عن التحيز، كذلك دعم الأحكام النقدية المطلقة بالتعليل والتمثيل، ففي كل مرة يعلل وكذلك يأتي بالأمثلة، الاعتناء بسلامة اللغة وأناقة التعبير مع البعد عن التكلف اللفظي. السؤال الأخير، ما نمط الكتابة في النص؟ حدد خصائصه. إذا اعتمد الكاتب النمط التفسيري لأنه يشرح ويفسر مظاهر التقليد والتجديد في الشعر العباسي مبينا أسباب ونتائج حركة التجديد. أما خصائص هذا النمط من خلال النص فهي الشرح، التفسير، ذكر الأسباب والنتائج، أدوات التفسير والتعليل مثل لذلك، لهذا، لأن، الاستعانة بوسائل التحليل والتعليل والتمثيل والموازنة، استخدام أدوات التفسير مثلا وازن بين الأغراض الشعرية القديمة، وكذلك مظاهر التجديد عندما بين ما هي مظاهر التجديد فقد وازن بين القديم والجديد، أيضا استخدام أدوات التفسير، أساليب التوكيد وغيرها من الخصائص الأخرى. إذا هذا فيما يتعلق بموضوع اليوم، أتمنى للجميع الاستفادة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.